السلام عليكم الخوت، ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الكانتي ديال مساء اليوم اللي غادي يكون في تيغان ديال بورنوشيت لابول رينيو 4 وازيام كورس بروميري بروف ريفيرونس زائد 30 ديبار مع 35 دقيقة 1717 ألف أورو 13 عود صابر فيبر كوردا غوش تيران غتكون ستاندار دي يعني غدا تكون فيها البيس صابر فيبر. الجرون فافوري حاليا هو افشار عاود لي داير لينا دوزيام بلاص في التيران ديال البو في الاوتسايدر. كاين المنافس ديالو هو بايليزبيل رقم 6، كاين رقم 10 روكسي ميوزيك غلوشون، كاين رقم 2 منديرو، كاين رقم 8 زهير. هاد رقم 8 غير تكون عنده واحد لاكورس عند الكوردة في المستوى زهير والتيران كما غادي نشوفو تيدير 17 كي بلاصي قليل، مرة كي ياخد ان بلاص ملي كيكون راكب علو. اعتقد ملي كيكون راكب علو اليكس روسيل، هو معروف هاد العود هذا باليكس روسيل، معروف على الاخوان اليكس روسيل. مشى عليه لودوفيك بواسون، دابا غير ركب عليه هيغو لوفيك. روكس ميوزيك كان مشى معاه دار 5 في لاكورد 15. شكون اللي خسر معاهم 60 كيلو؟ جوج هو اللي كان خسر، جوج هو اللي كان خسر ب 14. على كل حال يا اخواني، اغلى عود هو 12 بيرل ديفوار، من احسن عود كاين في الكاتيجوري يا اخواني. غادي يمشي في الطوكار ركب على مادموزيل بواغي، ما عرفتش الاخوان هذا واش عنده شي مشكل صحي ولا عود اللي دوز التاريخ. تونجالي لونترينور الاخوان، العود ما كانش كيخسر في لي كانتيات. كي هاد العود ديال فرانس وهيني لي غرافا ريفيرونس 26 24 ربحها غانيو، هادي كانت الشونتي لي كان مشى مع لي فيميل. ولكن اخوت هاد العود غنديرو منو اتونسيون، غادي نديرو منو اتونسيون. سيزيام في 17 في ليون دونجر في الهونديكاب في الريفيرونس 28، دار لينا سيزيام في الريفيرونس ديال 28. نافيداد زاير كان جا تقريبا هو الخ، كان جا هو الخ. ولكن اخواني راه عاود راه يقدر يفاجئ لاكورس، واش عنده شي مشكل صحي؟ ما عرفتش الاخوان، عاود تاريخ الاخوان. اول كان تيدار في دوزيام، كان تاني دار في تروازيام، من موراها جا خسر دار لينا غانيو هنايا. تيبقى الخوت هاد العود اتونسيون لاكورد ديالو غتكون لاكورد 10. غادي نحاول نختار الاخوان واحد الخيول بالنسبه للبيناليزاسيون. غادي نحاول نختار الخيول اللي في البيناليزاسيون، كاين الاونز والطروه. الطروه زادوه نص والاونز زادوه 3، ولكن الاونز ديجا كيمشي بديك لا فالور، وما اكثر منها كاع تيمشي بديك لا فالور ديال عنده 24 في حاليا عنده 24 وربح ب 21. هو اصلا تيمشي ب 28 كاتريام في 30، يعني كاتريام في 30 في الكومبين. دونك عاود باقي عنده يقدر يزيد، باقي يقدر يربح هاد العود، باقي يربح هاد العود. دونك غادي نختارو داك الاونز الخوت، غادي نختارو الاونز، غادي نختارو الان والكات، غادي نختارو الويت والدو والسيس. بزاف 6 جوج 8 6 جوج 8 4 1 11. ايوا 10. بالنسبه للطروه راه كانوا عاطينو في الطوكار وغيولي غرون فافوري، هما السيس. يلا لي دو برومي ديال لي فافوري محطوطين في الطوكار.
المهم الاخوان غادي نختار غير السيس هنايا، السيس والأونز. اتونسيون من الدوز، اتونسيون من الدوز، بيير ديفوار السيس والأونز والويت والدو والآ والكات وداك العشرة سات. شوفوا الإخوان هادشي اللي كاين الإخوان، تحياتي لكم، خليت لكم الراحة ومع السلامة.